إذن مشاهدينا كما كنا نتابع في بداية الحلقة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذه المرة تضع مصر كالمعتاد ضيف شرف بجانب مجموعه كبيره من الدول يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي اجنده للمشاركه في هذه القمه فبالاضافه طبعا الى حضور فعاليات هذه القمه بجلساتها المختلفه يتحدث فيها عن هموم القاره الافريقيه ومشاكل القاره الافريقيه وما تعانيه القاره سواء في مساله الامن الغذائي او مساله التغيرات المناخيه ايضا هيكون ليه لقاءات وهيكون في اجتماعات ثنائيه تعقد على هامش اعمال هذه القمه، طبعا القمه تعقد على مدار يومين النهارده وبكره هيكون فيها فعاليات كثيره وهيكون فيها تفاصيل كثيره بكل تاكيد هنتابع مع حضراتكم هذه الفعاليات، هذه القمه في المقام الاول كانت تعنى بالمسائل الاقتصاديه والازمات الماليه لكن تحولت بعد كده الى مستوى الرؤساء، رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. طبعا وصل وكنا بنتابع وصول القاده والزعماء قاده الدول وايضا رؤساء الحكومات المشاركين في اعمال هذه القمه في هذه النسخه الدول مجموعه العشرين بالإضافة إلى الدول الأخرى التي تمت دعوتها للمشاركة، البعض يرى بأنه هتكون في مسائل خلافية كثيرة لأنه عندنا أزمات متعددة ومتلاحقة في هذه النسخة، لا يوجد هناك توافق، حضور بارز للرئيس الأمريكي في ظل غياب الرئيس الصيني وكذلك الرئيس الروسي، مسائل متعددة وخلافية لكن إحنا بكل تأكيد هنكون في متابعة مستمرة بالقراءة والتحليل أيضا لفعاليات هذه القمة في هذه النسخة. مشاركه لاكثر من 30 رئيس دوله وكبار مسؤولين من الاتحاد الاوروبي والدول المدعوه ونحو 14 رئيس منظمه دوليه في قمه تاتي تحت شعار ارض واحده عائله واحده ومستقبل واحد في وقت تطورات عالميه فارقه ابرزها الازمه الاوكرانيه لكن من المقرر ان تطالب مصر بتقديم المسانده الفعاله للدول الناميه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه في مواجهه التداعيات السلبيه في الاقتصاد والغذاء والطاقه أيضاً مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة وده طبعاً في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالهند بطبيعة الحال. طبعا نكون مع حضراتكم في متابعه مستمره لفعاليات هذه القمه التي يشارك فيها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي